وصف الاتحاد الأوروبي غارات التحالف العربي المتتالية على الحديدة اليمنية أنها مأساوية وتذكر باختراق القانون الدولي يوميا. وفي بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيلاندس، دعا الاتحاد أطراف النزاع إلى الالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة وترجمة ذلك الالتزام إلى خفض التصعيد في كافة مناطق الصراع بما فيها الحديدة، معبرا عن إدانته الشديدة للهجمات ضد المدنيين. دعوات لأطراف الصراع في اليمن ما فتئت تتواصل لحماية المدنيين. آخر هذه الدعوات وبالتأكيد ليست الأخيرة تلك التي وجهها الاتحاد الأوروبي للأطراف ذاتها وللغرض ذاته، حماية المدنيين وتجنيبهم التبعات. وزاد على ذلك أن أدان استهداف المدنيين في الحديدة على خلفية سقوط أكثر من 50 قتيلا ومئة جريح الخميس في مرفأ الاصطياد ومحيط مشفى الثورة. الاتحاد الأوروبي دعا كذلك الأطراف إلى العودة للتفاوض معتبرا أن الحرب خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وعلى غرار دعوة الاتحاد الأوروبي انطلقت عشرات الدعوات، لكنها لم تلامس نخوة أي من الأطراف ولم تبلغ سوى آذان اليمنيين. فعلى الأرض نار تستعر ومن الجو قصف مستمر، ووحدها الأوبئة والمعاناة تتراجع ثم تعود لتنتشر. أما المواطنون فلم يعد يعنيهم من الدعوات قديمها ولا الجديد، فهي من وجهة نظرهم كجولات المشاورات السياسية المتوالية لا تقدم ولا تؤخر. العالم كله يأمر بوقف الحرب باليمن وخفف الأمن، ويدخل لك منظمات ويدخل لك مبعوثين وما عشان يوقفوا الحرب، بس بالحقيقة لا في وقف ولا في شيء. الأزمة بيزيد والحرب بتزيد والمريضين بيزيدوا الأمراض من قلة الأدوية، دخول الأدوية في اليمن. ميادين الحرب والسياسة لا تبدو مكترثة بتلك الأزمة التي وصفها الاتحاد الأوروبي وقبله الأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرهم بأنها أسوأ أزمات العصر. فالمنظمات التي تصف هي ذاتها التي أحصت أكثر من 3 ملايين نازح داخلي وأكثر من 10 آلاف قتيل وآلاف الجرحى منذ بداية الصراع، وهي نفسها التي تدرك جيدا أن شبح المجاعة يقض مضاجع ملايين اليمنيين، وأن معظمهم يوارون بؤسهم بوجبة واحدة في اليوم، وأن كل قطاعات البلد الخدمية والصحية انهارت أو تكاد. هكذا يفهم العالم جيدا، ولكنه يكتفي بالفهم لا سواه، فأجندات الأطراف لم تتحقق بعد، ووحدها آلة الحرب لا تكترث لما يدور. من وجهة نظر اليمنيين ليس هناك ما يعول عليه من نداءات خارجية ودعوات، وليس أجدى لإيقاف نزيف الدم من تداعي يمني يمني مبني على صدق النوايا واستقلالية القرارات. خليل القاهرة، تلفزيون العربي، صنعاء. ويبقى معنا خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء لمزيد من التفاصيل حول ما يجري في اليمن. خليل، يعني ما الجديد في هذه الدعوات للاتحاد الأوروبي بخفض التصعيد أو حتى العودة للتفاوض؟ يعني ما الذي استدعاها لأن تطلق هذه التصريحات الجديدة؟ يعني لا شك أن الدعوات تأتي استجابة ل ما حدث على الأرض وما يحدث مرارا من سقوط عشرات الضحايا بل المئات من الضحايا المدنيين في جبهات القتال المختلفة وأيضا في بعض المناطق البعيدة عن الاقتتال، كما حدث في مرفأ الاصطياد السمكي في مدينة الحديدة وفي مستشفى الثورة في المدينة أيضا. هذه الدعوات تأتي استجابة طبيعية لما يجري، ولكنها تظل مجرد دعوات. يعني ليست هذه هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي دعا خلالها الاتحاد الأوروبي، ودعت قبله المنظمات التابعة للأمم المتحدة كاليونسيف والصليب الأحمر وحتى الجامعة العربية. كثير من المنظمات الأممية والإنسانية توالت دعواتها وما تزال خلال السنوات الماضية وبشكل متكرر لوقف نزيف الدم اليمني وضرورة تجنيب المدنيين تبعات وويلات هذا الصراع، ولكنها تبقى مجرد دعوات. هكذا على الأقل يقول اليمنيون بأن هذه الدعوات لا تسمن ولا
تغني من جوع، وتظل مجرد سياسة دولية كما يقولون، كما تحدث مع كثير من الأزمات في العالم. نسمع عن دعوات وضرورة الوقف، بل وربما أيضا الوقف الفوري لما يجري في اليمن، وأيضا ضرورة الوقف الفوري لاستهداف المدنيين، ضرورة أن تتوقف هذه الأعمال العسكرية بشكل عاجل لأن الأوضاع لم تعد تستحمل، وأن الأوضاع في البلد وصلت إلى أسوأ أزمة إنسانية على المستوى العالمي، بل كما أيضا ورد بأنها أسوأ أزمات العصر. لكن في الأول والأخير هذه الدعوات تبقى مجرد حبر على من هذه المجزرة التي ترتكب بحقهم، هو الأمل الوحيد. أشكرك من صنعاء مراسلنا خليل القاهري.